مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة لمتابعة فرز نتائج الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت آخر النتائج تقدما لبايدن في عدد أصوات الكلية الانتخابية ب 220 صوتا مقابل 213 لترامب. السباق الرئاسي يستمر وسط تصريحات وتصريحات مضادة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل عن فوزه بعدد وصفه بالهائل من الأصوات، مشيرا إلى أنه أرجى احتفال الفوز المقرر في البيت الأبيض. معنا في هذه الساعة من التغطية دكتور محمد أبو عاصي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا من صوفيا، دكتور مارك شرقاوي الخبير في العلاقات الدولية من واشنطن، وسيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي معنا من اسطنبول. مرحبا بضيوفنا في مشهد انتخابي يبدو الآن مع فرز الأصوات بأنه بدأ أكثر تعقيدا أو ضبابية بين ما قاله دونالد ترامب وبايدن، سيما أن الأخير قال لا أنا ولا ترامب يحدد من يفوز بالرئاسة وإنما الشعب الأمريكي. في استمزاج الرأي سأبدأ معك دكتور ماك شرقاوي، وكأنه اختبار إعلان فوز يمكن أن نقول بكلمة دونالد ترامب من البيت الأبيض، هل فاجأك ما قاله ترامب؟ هو لم أفاجأ بما قاله ترامب، لأن هو قال أن سوف يكون هناك مشكلات في فرز الأصوات، وتوقفت يعني إعلان النتائج. يعني أريزونا لازالت قيد الانتخاب ولم تنتهي بعد، فخرجت فوكس نيوز وأعلنت أريزونا لصالح بايدن، وهو يعني لم يحدث بعد إلى الآن. لم يتم حسم أريزونا لمن يفوز في هذه الولاية. في ولايات حسمت لأن يعني إيه نقول إن هي خلاص أعلنت بروجكشن، يعني إن هو حد كسب فيها، إن عدد الأصوات اللي دخلت خلاص اللي موجودة لا يمكن بأي حمل أحوال للمرشح الآخر حتى لو أخذ بقية الأصوات التي لم تفرز كلها أنه هيحقق فرق في النتيجة، فبتعلن الولاية إلى هذا المرشح أو ذلك المرشح. فهناك بالتأكيد إعادة فرز للكثير من الولايات. وبعدين اللي بدأ في طلب إعادة الفرز الديمقراطيين على فكرة، يعني ترامب في كلمته اللي قالها الساعة 2 صباحا يعني قبل حوالي ساعة من دلوقتي، قال ان اللي طلبوا اعادة الفرز في بعض الولايات الديمقراطيين، وهو قال لابد من اعادة الفرز. طبعا اعادة الفرز دي ممكن يعني تدينا وقت اطول كثير حتى صحيح يعني نعرف من سوف يكون سيد البيت الابيض، فاعتقد ان الامور يعني تتسارع بشكل يعني سريع لكن جدا. لكن دكتور شرقاوي اريد ان اسالك عن نقطه اساسيه، دونالد ترامب في خطابه وكانه يستبعد الكتله الانتخابيه الخاصه بالبريد بشكل او باخر، يتحدث عن ارقام لا يمكن الوصول اليها او حتى اللحاق بها. في بعض الولايات هناك كتله انتخابيه كبيره صوتت بالبريد وكانه غير معني بها بشكل او باخر، ويتحدث عن تزوير اصوات وقال هناك فئه محزنه تريد ان تسلبنا انتصارنا او انتصار الجمهوريين، وهذا في إشارة واضحة للحديث عن تزوير خصوصا بنسلفانيا التي يعتبرها ملحمة إذا ما حصدها دونالد ترامب. بالتأكيد كلامك مظبوط، ولكن لازم برضو نرجع إلى القانون والدستور الأمريكي. يعني القانون والدستور الأمريكي وفي الولايات، يعني كل ولاية لها قانون انتخاب. صحيح. أغلب الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن يستطيع أن تأتي يعني بطاقات الانتخاب الخاصة بالبريد حتى يوم الانتخاب. حتى دي معناها ايه؟ معناها يوم 3 نوفمبر. اما تيجي المحكمة العليا وتمد 3 ايام لوصول البريد، ده يبقى مدعاه لصراع قانوني هو اللي هيحسم المسألة اعتقد في الولايات المتحدة الامريكية. هل البطاقات التي سوف ترد بعد انتهاء يوم الانتخاب اللي انتهى خلاص من ساعتين في الساحل الشرقي وانتهى بعد من 11 دقيقة في الساحل الغربي، إذا انتهى يوم الانتخاب 3 نوفمبر أصبحت البطاقات التي تأتي لا يمكن حسابها ضمن بطاقات الانتخاب التي يعتد بها كنتيجة شرعية للانتخابات. هو ده المحك القانوني اللي هيكون
يكون عليه صراع الفترة القادمة. نعم، علما أنه حتى في التصويت المبكر والذي أيضا سجل مع التصويت البريد رقما قياسيا أو ربما تاريخيا، يعني كان هناك تشكيك من دونالد ترامب بهذه الأرقام ببنسلفانيا، والمحكمة حكمت لصلاحية هذه الأرقام. لكن سأعود إليك للشق القانوني، لأنه ربما الآن نحن أمام فعالية إصرار دونالد ترامب على أن يعني يضم القاضية إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، لأنه قد يكون لها كلمة فصل في تحديد بعض الأصوات وربما حسم هوية الرئيس المقبل. سنعود لهذه النقطة مع الإشارة إلى أنه أريزونا تم حسمها حتى الآن لبايدن. اسمح لي أن أنتقل للدكتور محمد أبو عاصي. دكتور أبو عاصي، هل يفترض أن نسأل الآن بعد خطاب دونالد ترامب ماذا يعني سنرى في صباح اليوم التالي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله يعني خطاب ترامب على كل حال يعني لا قيمة له فيما يتعلق في النتائج، بحكم أنه لسه لا زال هناك ملايين الأصوات، لكنه قد يشد عصب عندما يقول يسرقون انتصارنا. هلأ هو عم بمهد للاعتراض على نتائج الانتخابات فيما لو ثبت خسارته. يعني هذا اللي قرأته في الخطاب تبعه، أنه يمهد أنه بده يروح على المحكمة للطعن في الأصوات. يعني أريزونا كان لسه هو أعلنها حتى في خطابه اللي قبل شوي، أعلنها أنه فاز فيها. طبعا ثبت أنه لا مش هيك. ماتشيغان الفرق حوالي 100-150 ألف تقريبا، أو حتى لو كان تقريبا 135 ألف الفارق، لسه لا زال حوالي 20% من الأصوات لم تفرز، وهي كمية كبيرة جدا. ومعظم الأصوات التي لم تفرز هي من الأصوات اللي بالبريد. إضافة لهيك، في بنعرف إحنا إنه القضاء في أمريكا بكرة بده ينزل على المحكمة معظم أو كثير من مدراء البريد، اللي وسؤالهم ليش تأخرت كثير من الصناديق اللي بتحتوي على الأصوات واختفاء عدد كبير منها. يعني في قسم اختفى وفي قسم تأخر تسليمه، وهذا يعني بيحط علامات استفهام على دور ترامب في عملية إعاقة التصويت في البريد أو وصول الأصوات في وقتها، بحكم أنه المعتقد أنه معظم الأصوات اللي بالبريد هي رايحة لبايدن. فمعظم الأصوات التي لم تفرز في كثير من الولايات لسه اللي ما حسمت هي أصوات البريد، وهي يعني التقديرات أنه معظمها ممكن يروح لبايدن. فبالتالي يعني اي حديث عن نتائج للانتخابات حاليا يعني في الوقت الحالي بعتقد انه لسه يعني مبكر قبل ما تطلع نتائج بعض الولايات الاخرى. نعم. الكبيره، خصوصا انه نورث كارولاينا وقد احصيت الاصوات المقترعه مباشره ب 100%، لكن هناك انتظار ايضا لصناديق الاقتراع عبر البريد لنرى كيف او ربما يتغير شيء. نعم. او باخر، علما انه هذه ولايه محافظه. ايه تفضل. نعم، وهذا ما يخيف ترامب انه الاصوات التي لم تحصى واللي في البريد، علشان هيك هو قال انه اعتبر حاله لحد هلا هو الفايز. نعم. وبالتالي هو بيحتج على اي اصوات قادمه او استمرار التصويت، وبالتالي سيذهب الى المحكمه. بتقدير يعني اللي قرات فيه انه هو متوقع خسارته جدا. نعم، جدا متوقع خسارته في هذه النتائج. هذا برايك دكتور محمد ابو عاصي. دكتور مارك شرقاوي، ساحتفظ بالامارات التي كنت تعبر بها بوجهك معارضا ما يقوله الدكتور محمد ابو عاصي، لكننا نريد ان نسمع سيد فراس رضوان اوغلو من اسطنبول. بدايه سيد فراس رضوان اوغلو، كيف يتم المواكبه في تركيا لهذه الانتخابات؟ هناك علاقه تأرجحت بين ترامب وإردوغان بشكل أو بآخر، هناك ملفات تحتاج للفصل بين أي من بايدن وترامب لمسار ربما تربط أنقرة بواشنطن فيها. كيف يتم المتابعة لحيثيات هذا المسار الانتخابي حيث وصل؟ طبعا يعني بعد التحية الطيبة لك وللضيفين الكريمين، حقيقة المتابعة واضح كانت على كثب ومراقبة كبيرة جدا، حتى القنوات التركية كانت يعني كباقي ربما القنوات على 24 ساعة ربما تعقب بشكل كبير الانتخابات. أظن أن هنا الميول أكثر لربما لترامب بسبب نوعا ما معروفة سياسته، نوعا ما هناك توافقات كانت موجودة بينه وبين أردوغان في بعض النقاط وخلاف في بعض النقاط الأخرى، لكن هذا لا يعني أن التوافق كان ربما لصالح تركيا في بعض الأحوال. جون بايدن وفق التصريحات ما قبل الانتخابات التي كانت هنا في تركيا، ممكن أن نقول فيها تخوف، فيها ترقب، لكن
هناك طبعا مصالح واضحة بين الطرفين، يعني تركيا كيف ستدير أعمالها إذا كان هناك حقا ما نطق به السيد بايدن في يعني قبل سنة وما شابه ذلك بحول تركيا، سيكون أعتقد هناك بعض التغيرات، هناك بعض بأي شكل القراءات. أظن أنا يعني طبعا المعارضة عندما سمعت التصريحات اللي أعرفها هنا رفضت هذا الموضوع، لكن هذا لا يعني أن هناك تغيرات متعددة. هل سيؤثر ذلك من الناحية الاقتصادية، من الناحية أيضا الجيوستراتيجية، أيضا العلاقات التركية الإيرانية، العلاقات التركية الروسية، هذه أيضا أظن فيها نوع من الخلاف بين الطرفين. الضغط الأخير الذي جاء من أمريكا لصالح اليونان على تركيا مثلا، هل هو طبعا في فترة ممكن نقول الانتخابات الأمريكية، لذلك لا يمكن نقول أنها تأتي من ترامب، ربما من المؤسسات، هناك خلاف في المؤسسات، المسألة الأرمنية الأذرية أيضا، هناك المسألة السورية حد ذاتها في الشمال السوري، تعلم يعني ترامب ربما الذي دعم بشكل مباشر أو شخصي في مسألة التواجد العملية العسكرية الأخيرة ربما التركية هناك في الشمال، على عكس ربما المؤسسات هناك. أظن أن حتى على المستوى الشعبي، إذا أردت أن تسأليني عن مستوى الشعب هنا، أصدقاء وحولي من الناس، الكل يؤيد ترامب مثلا، ما لاحظ أحد يؤيد بايدن بسبب التخوفات التي تنعكس من القراءة السياسية على الإعلام التركي وبدورها تنعكس على المواطن التركي، لكن لننتظر كيف ستكون قراءة المصالح كل الأحوال التركية نوعا ما براغماتية. نعم، وهذه البراغماتية كيف يمكن أن نراها في ملفات حاسمة ستكون في المنطقة، لأن هناك ما يقدم حتى إن بقي ترامب بأنه يريد أن يوازن حجم الدول على مستوى الإقليم، لأنه معني بإسرائيل ومعني أيضا ببعض الحلفاء الذين أيضا وقعوا اتفاقات تطبيع ألوان، نتحدث هنا عن دول الخليج التي لديها هواجس باتجاه تركيا وتحديدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. سنعود إلى هذه النقطة وإياك سيد فراس رضوان أوغلو، وأيضا ربما نحيلها لباقي الضيوف. دكتور ماكس رقاوي، تعليقك بالنقاط التي تم يعني طرحها، إذا كان دونالد ترامب واثقا بهذا القدر بالفوز، ما الذي يمنعه من الانتظار حتى حسم النتائج بشكل رسمي؟ لماذا هذا التخويف والتشكيك إذا كان يعتقد فعلا بأن أمريكا قوية؟ طيب، أولا بس بقى يعني عيد الترحيب بضيوفك الكرام الأستاذ فراس وضيفك الأستاذ محمد، وأنا بس الابتسامة اللي أنا عملتها وحضرتك علقتي عليها، انه بالتاكيد يعني الذي يعلق، انا مش شايف الصوره قدامي، بالتاكيد يعني ميوله ضد ترامب، وبيحلم او بيتمنى ان يكون كلامه صحيح. يعني هو قصر الانتخاب بالبريد على فقد الديمقراطيين. طب انا اعرف 5 جمهوريين اصحابي صوتوا بالبريد، اقول لك اسمائهم وعناوينهم؟ يعني بين 350 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بقول نكتة، دي نكتة يا فندم. يجب أن نضحك فقط. أنا بضحك وبضحكك معايا. لا، نحن نريد أن نأخذ بالمعدل في الجانب الفكاهي وفي المضمون الحقيقي. أنا أعرف 5 أصحابي بعتوا بالبريد، بمعنى أصح، يعني لا تستطيع أن تجزم وأنت معلق سياسي وليس لديك كل الحقيقة. يعني وأنا بتكلم معاك في بداية الحلقة، أريزونا كان لكم تحسم، أنت وأنت بتتكلمي معايا قلت لي أريزونا حسمت. صحيح. ده في أقل من يعني أقل من دقائق وإحنا بنتكلم، فلا يمكن أن تكون حاكم ولاية بنسلفانيا يقول لدينا مليون صوت عبر البريد لم تفرز بعد وتعليقات ترامب عليك منحازة، هذا ما قاله حاكم ولاية بنسلفانيا. مع الأصوات التي لم تفرز لو وصلت إلى مقر الانتخاب يوم 3 أصبحت قانونية. ما برضو في أصوات وصلت يوم 3 النهاردة ولم تفرز، يعني الأصوات اللي سرقت الصناديق سرقت كلها، إلا أدركي إن هي اللي سرقها ديمقراطيين أو جمهوريين. الأصوات التي تم إحراق صناديق البريد في بعض الولايات، طيب الإف بي آي اللي قبضوا على موظفين بريد في ولاية نيوجيرسي عشان رموا بطاقات انتخابية في الزبالة وكان فيها بطاقات لصالح ترامب. أعتقد لا يمكن أن نجزم أن كل من كان في البريد كان صحيح ديمقراطي. هذا جواب سؤالي، ما الذي يمنع دونالد ترامب أن ينتظر ذلك؟ جمهورك بس اللي احنا بنحاول أن احنا نفهمه إيه اللي بيحصل. فإذا كنت أنا بتمنى أن ترامب يخسر عشان أنا ليا ميول سياسية أو بتبع حزب الحرس الثوري الإيراني أو إيران وبصلي ليل ونهار، ما في أي أحد معنا يتبع لذلك، ما
ما في اي حدا من الضيوف. لا عفوا، انا بقول يا فندم مش يتبع ميوله، تميل الى قلبه، يميل الى يعني السيد فراس، هي ان بايدن قال انه هيسعى الى اسقاط اردوغان يا اما. ولكن كانت اجابته دبلوماسيه جدا، يعني انا بفرق ما بين اجابتين فقط. انا بقول له يعني خلي اللي جواك ما يطلعش قوي، بس ده اللي انا بقوله يعني. ويفترض أن ينسحب ذلك ربما عليك أكثر حتى دكتور شرقاوي. اسمح لي أن أقول هذه النقطة. طبعا أنا منحاز. اسمح لي أن أقول هذه النقطة. حمرة ليه؟ دكتور شرقاوي جميلة بالمناسبة، ربما تعبيرك عن ميولك أفضل من الحديث عن لون ربطة العنق. دكتور شرقاوي اسمح لي حتى يعني نستمر في هذا النقاش بشكل مفيد، لأنه لدينا حوالي 42 دقيقة أو أكثر وكلكم مفيدون، أن لا نشخصن النقاش وأن نرد على المعطيات كما يتم يعني طرح. دكتور محمد أبو عاصي لديك كل الحرية في التعقيب. طبعا. لا لا لا. شكرا لك دكتور محمد أبو عاصي. رأيناها يا دكتور يعني شرقاوي، رأيناها. يلا تفضل دكتور محمد أبو عاصي. يعني سيدتي، أنا بالنسبة لي ترامب أو بايدن يعني هن بيخدموا الاستراتيجية الأمريكية اللي بالنسبة لنا هي واقفة مع إسرائيل، واقفة مع الدكتاتوريات العربية سواء بالخليج، بالسعودية أو بالخليج أو غيرها. الفرق فيما يتعلق في تركيا، لا شك أنه في هناك أنظمة عربية تتمنى بقاء ترامب، لا شك في ذلك يعني. وهذه يعني دول الخليج، أنا بعتقد أنه محمد بن سلمان ما نمشي الليلة، أو بن زايد ما نمشي الليلة. أنا مش بقول أنه يعني بايدن بده يحررها، لا بالعكس، الجهتين ترامب وبايدن بيخدموا سياسة معادية لنا كعرب، معادية لنا كمسلمين، ومتحالفة مع إسرائيل. وهذه حقيقة لن يغيرها لا ترامب ولا يغيرها بايدن. فيما يتعلق في الأزمة السورية مثلا، لا كان في هناك اتجاهين في التعاطي مع الأزمة السورية. لا شك أنه ترامب كان أهدأ في التعامل مع تركيا، وأعطى تركيا الدور الأكبر في هاي، والدور الأمريكي تراجع قليلا في الأزمة السورية، لا شك في ذلك. في هناك دول أخرى مثلا، إذا بدنا نعتقد أنه إيران بجوز بتراهن على عودة بايدن للاتفاق النووي أو إلى آخره، هذه حسابات كليتها يعني في علم الغيب. يعني مش بالضرورة بايدن كل اللي حكاه بده ينفذه، ولا ترامب كل اللي حكاه بده ينفذه. فبالتالي أنا لا مع ترامب ولا مع بايدن. إحنا عم نقرأ شو اللي عم بيحكي. فيما يتعلق بصناديق البريد اللي كان محتج عليها هو ترامب مش بايدن. بايدن بالعكس كان من المؤيدين للتصويت عبر البريد، ترامب هو اللي كان محتج عليها، وبالتالي طبيعي جدا انه الشكوك تروح باتجاه ترامب فيما يتعلق في اي اعاقه للتصويت بالبريد. هذا كل ما في الامر. اما فيما يتعلق في النسب اللي عم نحكيها واللي الاخ شايفها على التلفزيون، ما احنا كمان شايفينها على التلفزيون، يعني معظم وسائل الاعلام اثبتت انه اريزونا خلاص طلعت، ما عادش حتى لو تم فرز باقي الاصوات ما عادش يلحقوا. فبالتالي انت الموضوع انتهى. مش هذه تقديري انا، مش انا جبتها انه ولا عندي رغبه انه ترامب يفوز ولا بايدن يفوز. يعني ما بتعرفش، انا بجوز تستغرب انه قلت لك يعني بجوز اكون اميل لترامب لأنه ترامب هو اللي راح يخربها. لانه نعم اوضح. نعم. هو اوضح، واضافه لاستمرار ترامب بهذه السياسه هو تعميق لعملية الفرز في المنطقة العربية بين مين مع فلسطين ومين ضد فلسطين. وبالتالي الناس اللي ضد فلسطين متحالفين مع ترامب، وبالتالي كشفوا عن حالهم بشكل واضح. وفيما يتعلق في إيران، يعني في هناك ميزة بين ترامب وبين بايدن، إنه ترامب صح بيلجأ للعقوبات الاقتصادية وكذا وكذا، ولكن هو مش مع حرب ومش مع يعني، بينما الحزب الديمقراطي طيب. كان بالعكس، الحزب الديمقراطي كان مؤيد للحرب وكان مؤيد للاعتداءات في المنطقة العربية والردود العسكرية وإلى آخره. يعني فهذه قضية صعب جدا أن نوازن بين ترامب وبين بايدن في معظم الملفات أو في كل الملفات. مفروض دراسة كل ملف على حدة. طبعا بالطبيعي جدا أنه تركيا بدها ترامب، واضح جدا أنه تركيا بدها ترامب، لأنه الحكي اللي حكاه بايدن أو استمر في خلال حملته الانتخابية أجمالا الديمقراطيين، السياسة اللي مخدينها ستكون أكثر شدة تجاه أردوغان من السياسة اللي عم بيستخدمها ترامب. ترامب يعني على استحياء. إضافة لهيك في عن ترامب بيعتقد إنه الصين العدو الرئيسي، بينما بايدن بيعتقد إنه روسيا العدو الرئيسي، وهذه كليتها إلها انعكاسات على معظم الملفات في المنطقة. وبالتالي الحديث على إنه شيء رح يتغير بكل الملفات، لا،
حسب كل ملف على حدة ببين وين سياسة ترامب وين سياسة بايدن. ممتاز. مع الإشارة إلى أنه الـ FBI مديرها تحدث خصوصا بالحديث أو ما تم ترويجه عن عملية ربما تزوير الأصوات، كان قد نفى أن يكون مثل ذلك قد يعني أنه موجود أو ما إلى ذلك، وكل المعلومات التي تطرح من خلال ضيوفنا يعني هي خاصة في ربما بمصادرهم أو بعض تلك التي تصدر أيضا على وسائل الإعلام والشاشات الأمريكية، وكلها نتائج بعد ليست نهائية أو أنها حاسمة. والأهم من كل ذلك أن أتحدث عن بعض الولايات المهمة المتأرجحة الحاسمة يبدو فيها بايدن وترامب على كتف إلى كتف، وهذا قد يدفع للسؤال عن ربما سيناريو المحاكم وربما أيضا استقطاب بالشارع وما إلى ذلك، أو قد يكون مطلوبا للوصول إلى هذه النتيجة. سيد فراس رضوان أوغلو، يريد أردوغان أن يعود ترامب، فهمت منك، وعزز ذلك في الطرح دكتور أبو عاصي ودكتور مارك شرقاوي. إذا ما جاء بايدن، كيف سيناريو الموضوع في تركيا في ملفات أساسية، كيف سيتم التعاطي معه؟ أظن يعني التعاطي سيكون، هناك بعض الدروس، يعني هناك نقاط أخرى. مثلا في زمن الرئيس أوباما كان الموقف التركي أضعف مثلا في كثير من الأمور. مثلا إذا أخذنا الملف السوري كانت تركيا ليست كما كانت عليه الآن. ربما الآن هناك نقاط متقدمة، لكن هي ربما الملف الذي يقلق هو نوعا ما الملف السوري أو في الملف الأول، وطبعا هناك الملفات الأخرى أيضا في المتوسط وغيره، حتى ربما المسألة الليبية كيف ستطرح. لكن أظن أن النقطة الأولى هو ربما في سوريا. طبعا الدعم في الائتلاف المعارض أو ما شابه ذلك، يعني لا أظن أنه ممكن سيكون له تأثير في 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 تركيا. طبعا الائتلاف المعارض قوي وهناك أحزاب تتجدد وأخرى ربما تزيد في قوتها، لكن المعطيات الآن أريد أن أقول أن الانتخابات الأمريكية تجري الآن، الذي سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيتناول مع القائمون الآن في الإدارة التركية، يعني ولذلك هناك كما نقول لا يوجد مساحة واسعة في التعامل بين الطرفين حتى 2023، لذلك المسافة ليست قصيرة. نقول بعد سنة ربما ستتغير الانتخابات في تركيا، لا، هناك عدة سنوات أظن لهذا الموضوع. الموضوع الاقتصادي أيضا، الموضوع الاقتصادي أظن سيكون حل الأطروحات القادمة. الأطروحات التعاون العسكري، هناك مثلا تركيا دائما مؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الناتو بغض النظر من كان الرئيس القائم في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما على عكس دول مثل فرنسا. هذا ربما هذه ورقة ستقايد بورقة أخرى، لا نعلم كيف. الضغط ربما الأمريكي القادم لا نعلم في مسألة أذربيجان وأرمينيا، نعلم تركيا تماما. طب سنناقش في تفصيل هذا الملف، خصوصا بأنه بدأ الموقف الأمريكي وكأنه يدعم أرمينيا بشكل أو بآخر في العلن، لكنه أميل لأذربيجان لتقاطع بعض المصالح خصوصا مع إسرائيل في هذه الجغرافيا. وبكل الأحوال أيا كانت الخلفية، دعم أذربيجان يفيد تركيا. لكن أريد أن أعود لنقطة قبل الحديث في الخوض بموضوع قرباخ، قلت بأنه كان وضع تركيا في عهد أوباما أسوأ أو كانت الآن في وضع أفضل مع ترامب، علما أنه في مسار لحضور تركيا بشكل أساسي في الملف السوري في عهد باراك أوباما بشكل كبير. التقارير تتحدث، وزير الخارجية رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم في قطر تحدث عن التنسيق الذي كان يجري على أعلى المستويات بين دول خليجية الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا. تركيا كانت بوابة للدخول والخروج، الشريط الحدودي بشكل أو بآخر تطور في عهد ترامب، لكن سيناريو حضور تركيا تتويجها في مثل هكذا ملف على مستوى الإقليم حاسم كان في عهد أوباما. نعم، كان التنسيق حتى ربما شبه مناورات عسكرية بالطيران السعودي والتركي حصل هنا في تركيا، لكن في نفس الوقت كان أوباما يؤيد قوات قسد الموجودة في الشمال السوري، وهذا ربما كان حتى الخلاف هو ترامب جاء بعدما أسسها الرئيس أوباما، لذلك عدة تصريحات خرجت هنا من تركيا. يعني الرئيس ترامب كان يلقي، عفوا الرئيس أردوغان كان يلقي باللوم دائما على أوباما في تصريحاته السياسية، يقول طلبنا كذا ولم يفعلوا كذا، وحتى أنهم وضعوا تأسيس الشريط الكردي كما تقول السياسة هنا في تركيا أو القيادة تقول التأسيس الشريط الكردور الإرهابي في زمن أوباما. لما جاء الرئيس ترامب
كانت هناك تفاهمات اكثر، عده عمليات عسكريه حصلت في زمن ترامب، تقريبا انتهى هذا التفكير او الكوريدور. الان لا تستطيع ايضا كرئيس لوحده ان ياخذ قرار في الولايات المتحده الامريكيه، هناك مؤسسات البنتاغون السي اي اي والى اخره ايضا لا يريدون اعطاء تركيا ما تريد، والا تركيا ستستفرد ربما في الشمال، وهذا يعني ان النفوذ التركي سيكون اقوى، هذا لا تريده الولايات المتحده الامريكيه ولا حتى ايضا اسرائيل لتوازنات قوى في الداخل السوري. ايضا لا ننسى التواجد الروسي يلعب دور ايضا في هذه القضيه، لكنه بعيد ربما عن هذه القصه. اعتقد ان كانت تركيا تطمح اكثر في زمن اوباما في الدخول اكثر يعني في ذلك الوقت في الشمال السوري، اي ما حصلت عليه فيما بعد، ولكن بطريقه كانت مختلفه لتكسب شيئين، النقطه الاولى عدم وجود قوة قصد تماما في ذلك الوقت، وايضا في ذلك الوقت سيكون التواجد التركي سيقلل من النفوذ الروسي الذي حصل الآن أو استعادة القوة للحكومة القائمة في دمشق. هذين نقطتين أظن منعتهما الإدارة الديمقراطيين أي أوباما. هل هذا سيتكرر في التواجد القادم؟ طبعا مع اختلاف النقاط في التكتيك، يعني الآن القوات التركية أصبحت 25 ألف أو 30 ألف جندي تقريبا في الشمال. أظن أن هناك بعض الأمور التي تقلق، وأيضا إضافة إلى نقطة أخرى وإن لم تذكر، مسألة فتح الله جولان والقوى الموالين لهم ما زالوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لديهم ما زال تواجد في الداخل؟ هذه أظن ربما قضية، لكن هي أظن هذه قضية ستطرح الديمقراطيين أو الجمهوريين، يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا أظن أن سيكون فرق، هذا رأيي يعني إذا كان هذا أو ذاك، لكن على الأقل سياسة الرئيس ترامب واضحة. ربما لا ننسى أن ترامب لديه استثمارات أيضا في تركيا وما شابه ذلك، لا أعلم سيد بايدن لديه أو لا أظن أن لديه، يعني هناك أعتقد أمور متعددة في هذا السياق. طيب أنتقل إليك هنا دكتور ماك شرقاوي، ربما إذا ودت أن تعلق على أي من النقاط التي تم طرحها قبل العودة إليك الآن في هذه المداخلة تستطيع فعلا أن تقوم بذلك، لكن أريد أن أعود مجددا إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. السيناريو الذي يمكن أن نراه انطلاقا من النتائج التي تأتي متقاربة وفي عملية تشكيك وعملية أيضا عودة إلى أنه محطات الاقتراع والأصوات التي وصلت عبر البريد وما إلى ذلك، ما الذي قد نراه بالنظر إلى أيضا العملية التي تحدث أيضا بالنسبة للأصوات الخاصة في هذه الانتخابات بالكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ؟ هو ما في شك أن هذه الانتخابات يعني ليست لن تفرز فقط من هو سيد البيت الأبيض، ولكن سوف تحدد من هم يعني يحصلوا على الغلبة في مجلس النواب الأمريكي، 435 ريبريزنتيف يعني بالنسبة لمجلس النواب، و35 في التجديد الثلثي لمجلس الشيوخ. لا زالت النتائج يعني لم تعلم بعد النهايه، في يعني اغلب كرسيين تقريبا اخذهم، كرسي تم حسمه بالنسبه للديمقراطيين في اخذوه من مرشح الجمهوري، ولكن لم تحسم بعد نهايه الاقتراع، وبالتاكيد سوف تنتهي مع نهايه يعني اعاده فرز الاصوات او ايا كان ما سيحدث بالنسبه لهذه الانتخابات القائمه. فالموضوع كمان بالنسبه في الانتخابات في امريكا، كل ولايه بيبقى لها انتخابات داخليه في خضم هذه العمليه الانتخابيه، فهو عرس انتخابي، هو مش بس الرئيس ونائب الرئيس ويعني اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ، لا ده في مجلس نواب وشيوخ يعني الولايات، وايضا قضاه، وايضا حكام ولايات، في 16 حاكم ولايه هيتم انتخابهم في هذه الانتخابات، والقضاه حتى يعني موظفين المجالس التعليم في البورد اوف اديوكيشن في بعض الولايات وبعض الكاونتيز، فهي مجموعه معقده من الاجراءات، وكمان الاقتراع على بعض القوانين. يعني في نيوجيرسي وانا بصوت النهارده كان في سؤال، هل انت موافق على اعتبار الماريجوانا قانونا في نيوجيرسي ولا لا؟ فيعني هناك كمان تصويت او استفتاء من شعب الولايه او شعب الكاونتي او يعني على قضيه معينه مطروحه امام سلطات الولايه. فهو يعني الانتخابات شيء مهم جدا للشعب الامريكي، والاتهامات يعني التلاعب بالانتخابات اتهامات خطيره، حدثت في 2000 في الجور بوش، وحدثت يعني في اعاده فرز، وكسب بوش ب 500 صوت في فلوريدا، كل صوت له قيمه. يعني الحرب اللي موجوده النهارده ما بين المعسكرين، يعني واحنا بنتكلم بعض وكالات الانباء قالت ان يعني بايدن حصل على 338 صوت، ولا زال بعض الوكالات الاخرى لم تحدث ارقامها،
فالأرقام تتحرك بسرعة جدا. ولكن ذكرت نقطة مهمة دكتور ماك، موضوع سيناريو عام 2000 هو مهم جدا لأنه التوقيت، يعني حينما حسمت المحكمة بأن الأصوات في فلوريدا لصالح جورج بوش الإبن في عام 2000 حسمت ذلك في ديسمبر كانون الأول، ونحن الآن نتحدث عن سيناريو قد يذهب إلى المحكمة. دونالد ترامب يبدو محصنا إن صح التعبير في المحكمة العليا مع دخول إيمي كوني باريت إلى المحكمة، وزاد عدد من لديهم ميول جمهورية. سأعطيك المجال أكثر، يعني العدد 6. هذه النقطة كيف تلحظ؟ وهل الوقت إذا طال قد يكون الأمر مضبوط في الشارع؟ ما مدى حقيقة المخاوف بأن الشارع قد يتفاعل بطريقة غير إيجابية قد تصل إلى العنف؟ أنا متحفظ بس على موضوع المحكمة العليا، لأن القاضي الذي يعين قاضيا في المحكمة العليا الأمريكية وهم 9 قضاة بيبقى قاضي مدى الحياة. صحيح. وله سلطات واسعة، هو يكون ميوله محافظ أو ليبرالي، يعني ما فيش حاجة اسمها جمهوري ديمقراطي في المحكمة، محافظ أو متحرر. فالمحكمة يعني في 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 يعني بعض القوانين كمان والقرارات اللي هي خاصة مثلا برو لايف أو موضوع الإجهاض أو عدم الإجهاض، يعني الموضوعات الاجتماعية اللي ممكن يكون فيها خلافات ما بين رؤية القاضي وخلفيته المحافظة عن رؤية القاضي الليبرالي. لكن فيما يتعلق بالانتخابات ويعني ونفاذ القانون، أعتقد أن المحكمة العليا حكمت ضد ما طلبه ترامب في أكثر من محفل، وأيدت ما طلبه ترامب في محافل أخرى. فلا يمكن أن نعول إذا كانت القاضية برايت إيمي برايت تم تعيينها بسرعة، هو عينها بسرعة مش عشان تحكم له، هو عينها بسرعة عشان يكون نصر انتخابي له أنه قدر يعين 3 قضاة في المحكمة العليا. أما بيجي رئيس يقول أنا عينت قاضي، ده بيبقى إنجاز له في حزبه وفي ناخبيه. تعيين 3 قضاة في المحكمة العليا ده إنجاز، بيعتبره إنجاز. طب هذه نقطة مهمة دكتور، اسمح لي، رغم أنه يعني التقديرات التي كانت تقدم هو عكس لذلك، والعودة في سيناريو 2016 في انتخابات السابقة رفض أن يحدد الديمقراطيين أيضا يعني مرشح لإدخاله إلى المحكمة العليا في ذاك السيناريو من الجمهوريين، وطالبوا الانتظار لما بعد النتائج وهو ما تم. هذا ما رفضه دونالد ترامب بنموذج مغاير، وطبق إدخال هذه القاضية والتي هي كما أشرت محافظة، والتي تقدم المحافظين إلى أنهم أميل إلى الجمهوريين. لكن سيناريو انتظار البت إذا ما طال، هل يمكن ضبط الشارع؟ برضو أرد على الجملة بتاعتك الأول وبعدين أكلمك في ضبط الشارع. اللي أنت بتقوليه ده اللي هو الأخلاق والمبادئ والمسل. السياسة حاجة تانية يا جماعة، إحنا بنحلل سياسة مش بنحلل مواقف اجتماعية. ونسأل عن القضاء هنا في خضم السياسة. ميتش ماكونل كان زعيم الأغلبية في هذا الوقت، والكونغرس ومجلس الشيوخ هو الذي يفصل في تعيين القاضي وليس مجلس النواب. كانت الأغلبة والأغلبية للحزب الجمهوري ارتأوا ان هم هيجهضوا محاولة اوباما في تعيين قاضي قبل الانتخابات واجهضوها. اذا كان في ايد الديمقراطيين يعملوها ما كانوش عملوها. اعتقد يعني بعد اذنك السياسة فيها يعني حاجات كثيرة جدا بعيدة عن اللون الابيض واللون الاسود والقيم والاخلاق والمبادئ. وهذا ما نسأل عنه. اذا كان في ايد بالضبط كده، اذا كان في ايد الجمهوريين ان هم يعطلوا تعيين القاضي مارسوا هذا الحق ومنعوه. النهارده هم لهم الغلبه في مجلس الشيوخ، 53 كرسي في مجلس الشيوخ، قال لك لا هنعين قاضي. ما هي دي السياسه، دي نمره 1. نمره 2 بقى العنف اللي انت قلتي عليه. طيب ما في نفس المثال اللي قلتيه في سنه 2000، الحكم طلع في ديسمبر، لم تحدث احداث عنف في الولايات المتحده الامريكيه، لكن انا متوقع حدوث احداث عنف. ليه؟ للاستقطاب من الجانبين. الديمقراطيين يعني يشحنوا قاعدتهم سوف نسترجع البلاد من الطاغية. فهم الكلام؟ يعني اللي حصل في الشارع الثلاث شهور اللي فاتوا من أحداث عنف للصراع العنصري ما بين الشرطة البيضاء وأحد الأمريكان من أصول أفريقية وتم قتله، أنا بالتأكيد ضد ده، ولكن هذه الحادثة جورج فلويد كانت نمرة 11 في العقد الماضي، العشر سنين الماضية. لم يحدث في العشر أمثلة الأخرى ما حدث من سرقة ونهب وحرق منظم، ودخلت مجموعات زي أنتيفا وزي كيو وزي حياة السود أيضا مهمة، بالإضافة إلى طرف ثالث من دول أخرى أيضا تدخلت، بالإضافة إلى يعني اتهامات إلى الإسلام السياسي وإلى جماعة الإخوان يعني في عناصرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وما تنسيش برضو جو بايدن
أم عمل الفيديو الانتخابي بتاعه وبدأ الفيديو بحديث عن الرسول عليه السلام، من رأى منكم منكرا فليمنعه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه أضعف الإيمان. والإسلام ده دين عظيم لابد أن ندرسه في المدارس. الإسلام فيه قيم عظيمة. أنا تخيلت أن يعني بايدن في نهاية الفيديو هيقول الشهادتين ويسلم ويبقى الشيخ بايدن. هو بيخطب ود مين؟ بيخطب ود المسلمين، عشان في مليون مسلم مقيد في الانتخابات الأمريكية. أعتقد أن السياسة فيها الكثير من الدهاليز. بس من دعا إلى العنف؟ الديمقراطيين. خلي بالك في استطلاع رأي طلع قال لك ال 22% من الديمقراطيين قالوا هيخرجوا يعملوا أعمال عنف لو ترامب كسب. مين أجرى هذا الاستطلاع؟ ده جلوب يا فندم، جلوب. حضرتك لو دخلتي دورتي على جلوب هتلاقي سي إن إن اللي قالته. 16 مقابل 16% من الجمهوريين قالوا يعني ان هم هيخرجوا يعملوا اعمال عنف لو ترامب خسر. لا هذا سنتحفظ عليه لانه لسنا متاكدين بحجم فعلا دقه ذلك، لكن بكل الاحوال هناك خطاب استقطابي على مستوى المرشحين بالتأكيد. ودونالد ترامب ايضا حشد دائرته الانتخابيه التي في مكان ما تقدم على انها اكثر راديكاليه، العنصر الابيض وما الى ذلك، وامتنع في احدى المناظرات والتي يعني عن ان يدين تلك الجهات او المنظمات التي تاخذ ذلك النفس. صحيح. وتحدث كثيرا عن الحضور في الشارع، وآخر ما قاله لن نقبل لن نسمح سنمنع، وهذا قد يفسر بشكل أو بآخر بأنه خطاب يستدعي لأن نرى ربما تحركا في الشارع قد ينحون منحا عنفيا. سيناريو 2000 مختلف يقول البعض، خصوصا بأنه ما بين الطعن في فلوريدا إلى الوصول إلى نتائج الانتخابات في ديسمبر أو الفصل بالنسبة للمحكمة العليا لم تصفح واجهات المحال بالخشب، وهذا أيضا عنصر جديد في الانتخابات الأمريكية. دكتور محمد أبو عاصي، أيضا كان لديك من الأمارات التي تبتسم ولا توافق على بعض مما طرح أو ربما كل ما طرح زميل أو يعني دكتور مالك ماك شرقاوي، على ماذا تعترض هنا؟ وأي رئيس سنرى إذا ترامب يعني انتصر في الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟ يعني إذا أولا يعني أنا اعتراضاتي يعني إنه شوية كمان يعني حتى توصل إنه ندخل الإخوان المسلمين إنه حتى في المشاكل اللي عم بتصير بأمريكا وراها الإخوان المسلمين، يعني شوية هاي فيها شوية مبالغة بتقديري. لا لا يعني هذا أولا. اثنين يعني واضح تماما إنه في هناك يعني انحياز من زميلنا ل الحزب الجمهوري. هلا هو عبر بشكل صريح على الحزب الديمقراطي. نعم، فانا بتقديري هلا يعني بيرفع ربطة العنق. اي رفعها. نعم. فانا بتقدير يعني انه يعني احنا كمحللين احنا معنيين انه على الاقل نحكي بشكل موضوعي، وكعرب اذا بدنا نحكي كعرب والله انا ما شايف في فرق كبير يعني بين نجح هذا، لا هذا راح يرجع لي القدس ولا هذا راح يحرر لي هاي ولا هذا راح يسدد ديون مصر ولا هذا راح يجيب حقوق دكتور محمد بالسعودية. اسمح لي انا اسالك، اذا ما حدث سيناريو الاقتتال او العنف في الولايات المتحده الامريكيه، اي انعكاسات قد نراها بداية يعني إن كان في داخل الولايات المتحدة أوسع من ذلك وصولا إلى منطقتنا، أم أنه يمكن ضبط ذلك دون التأثير على مكانة الولايات المتحدة الأمريكية قيادتها أو حضورها النافذ في بعض الملفات؟ نحن معنيون بسيد البيت الأبيض لأنه في نفاذ في منطقتنا في العديد من الملفات حتى الآن. يعني سيدتي هو للأسف أنه كلامك صحيح فيما يتعلق أنه نحن معنيين بمن سيكون في البيت الأبيض بحكم الملفات القائمة، بس أنا بتقديري أنه يعني مهما حدث داخل الولايات المتحدة لن يكون هناك تأثير كبير له على الملفات اللي في المنطقة. يعني على سبيل المثال يعني ما رح المشاكل في داخل أمريكا ما رح توقف التطبيع مع بين الدول اللي موقعة على اتفاقيات مع إسرائيل، ما رح تلغيها. وفيما يتعلق وهي المشاكل ايضا ما راح تسكر ديون الدول العربيه ولا راح تجيب لنا ديمقراطيه في الخليج ولا في دول اخرى، والانقلابات العسكريه كمان راح تستمر مستمره. يعني بتقديري انه هذه المساله لن يكون لها انعكاس كبير على ملفات المنطقه، واعتقد انه سيتم ضبطها ايضا بسرعه، لانه الدوله العميقه في امريكا سواء كانوا من الديمقراطيين أو من الجمهوريين لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال
في ان في تعميق هذه الازمه داخل الولايات المتحده، وبالتالي مثل ما حكوا سابقا انه ممكن ينزل الجيش، ممكن تنزل القوات الفيدرالية تحل أي موضوع. حتى علما أنه كان في موقف للجيش الأمريكي. دكتور، أريد أن أسألك لأنه أنت في صوفيا وفي يعني جو عام في أوروبا يراقب هذه الانتخابات، وهناك نوع أيضا من الهواجس التي تطلق. وزير الخارجية الألماني مايكو هاس تحدث عن تمني الانتخابات منصفة وسلمية، وذلك ينسحب على الآراء في أوروبا وربما أوسع من ذلك. إلى أي حد هذا يعني قد يؤثر بشكل أو بآخر على الدول الأوروبية؟ يعني بالتأكيد ما في الدول الأوروبية مش معنية بمشاكل داخل الولايات المتحدة، وبالتأكيد هذه تمنياتها، ولكن إنه بتقديري أيضا إنه أي انهيار هو أي مشكلة مشاكل عميقة داخل الولايات المتحدة سيكون لها آثارها الاقتصادية على الولايات المتحدة، وبالتالي دول أخرى ستستفيد منها، قوى اقتصادية أخرى ستستفيد من هذا الموضوع مثل الصين، مثل حتى روسيا. دول ثالثة مترددة في ملفات كثيرة ممكن تحسم موقفها، يعني لأن الولايات المتحدة لن تكون في مجال في موقف مريح يسمح لها بالتدخل في أو بانتهاج سياسات أكثر عدوانية. يعني لا شك إلى أن الأوروبيين بشكل عام هم مع قدوم بايدن، يعني بدهمش ترامب يرجع للاتحاد يرجع للرئاسة، لأن الاتحاد الأوروبي عانى كثيرا خلال فترة ترامب. العلاقات الأمريكية الأوروبية ساءت إلى حد كبير، فبالتالي الأوروبيين يعني مش معنيين بعودة ترامب، معنيين بعودة بايدن. وحتى وزير يعني حتى الألمان يطرح أنه حتى إعادة النظر يعني في اتفاق الناتو، يعني على أسس جديدة، بدهم أسس جديدة في العلاقة مع الولايات المتحدة، وبدهم تنظيم جديد للناتو. بتقديري هذا الحكي ايضا عندهم في الناتو راح يكون موجه باتجاه ضد تركيا. على كل الاحوال الاوروبيين باختصار يعني هن ما بدهم بايدن، بدهم ما بدهم ترامب، بدهم بايدن. هذا الوضع يختلف عنا في المنطقه العربيه، يعني احنا حتى على المستوى الفلسطيني اذا ملاحظوا اسمحي لي في دقيقه، لا زال هناك بعض الرهانات عند قيادة السلطة على أنه عودة بايدن يعني قد تفتح أفق لمفاوضات جديدة ولاستمرار عملية المفاوضات مع الكيان الصهيوني. لا شك أنه فيها هذا طرح، وهذه ليست أوهام طبعا وليست تقديرات، لا هي معلومات، أنه هن بفضله يرجع، بفضله قدوم بايدن على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هن مدركين تماما لا بايدن ولا غير بايدن عادي يرجع الامور لورا، يعني يرجع يعني راح يرجع السفاره الامريكيه على تل ابيب، ما عندهم شيء اوهام، ولكن يعني براهنوا على انه قد يكون في هناك مجال للمفاوضات او لشكل من اشكال الحلول. يعني هذول طبعا هذا انصار الرهان على الحل السلمي وعلى المفاوضات لا زال ما تغيرتش بقيادة منظمة التحرير للأسف الشديد. طيب اسمح لي من هنا أن أعود للسيد فراس رضوان أوغلو. سيد فراس رضوان أوغلو، سيناريو أن نرى عنفا في الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية موجود يتابع يلحظ في تركيا، وأشرت نقطة مهمة، إذا كان دونالد ترامب هو من سيجدد بولاية ثانية في الانتخابات أو بايدن في ملفات معنية في تركيا، تحدثت عن ناغورنو كاراباخ، بايدن كيف يمكن أن يقارب أو ما الذي تتحسبه في هذا الملف من أن يكون بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟ أتحدث هنا عن تركيا. طبعا يعني نحن لا نعلم تماما ماذا سيفعل بايدن، لكن المؤشرات التي ابتدأ بها بكلامه منذ فترة هي التي تعطي نوع من أنواع ربما القلق في هذا السياق. ممكن أن نقول طبعا لأن نتكلم عن تركيا لأن هناك ائتلاف الحاكم الآن، ربما لو كان ائتلاف المعارض هو يحكم الآن ربما كانت تختلف القراءة الاستراتيجية للانتخابات التركية. ليس فقط أظن مسألة أذربيجان وأرمينيا، ربما تغير في مسألة في قبرص وليبيا بشكل أقل، لكن أيضا هناك ربما تكون تغير على مستوى القراءة الإقليمية. مثلا هل إذا فاز بايدن وبدأ هو مثلا في الضغط على دول الخليج لنقول، هل هذه الدول أيضا ستعود كما كانت من قبل
تعيد علاقاتها مع تركيا كما كانت قبل عدة سنوات، وهذا يعني تقدم ربما براغماتي بالعلاقات الخليجية وتراجع في العلاقات الإيرانية. هذا ما لاحظناه في تقدم العلاقات الآن، تقدم العلاقات الإيرانية على حساب السعودية الإمارات في هذه الأمور. العلاقة مع إسرائيل متوترة وصاعدة ونازلة حقيقة في الأمور السياسية، وآخرها مسألة القدس أيضا، هذه كيف ستكون ربما هذه القضية. طبعا هذه قضايا دبلوماسية أو سياسية، لكن قضايا تكون أكثر خطورة ممكن نقول، مثل مسألة الشرق المتوسط لأنها تحدي عسكري ربما ممكن نقول، في مسألة قبرص لأن تركيا جزء أساسي من السياسة الخارجية هي القبارصة الأتراك في دولة شمال قبرص مثلا، تسليح جنوب قبرص هذه قضية أخرى، وين ابتدأها ترامب؟ هل بايدن يوقفها؟ هل يزيدها؟ في مسألة أرمينيا ربما روسيا ستتأثر في هذه الانتخابات، وهذا سيؤثر بشكل غير مباشر في العلاقات الروسية التركية، وسينعكس بشكل أو بآخر على الحرب القائمة هناك في كاراباغ. لكن أظن أن يعني تركيا بعجالة هي مقوماتها ربما الأربعة في السياسة الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل وروسيا والاتحاد الأوروبي، والعنصر الخامس هو باتجاه المنطقة العربية. الأولويات إذن هكذا بتحديدها في السياسة الخارجية التركية. كيف ستتأثر العلاقات الإسرائيلية التركية القادمة مع الرئيس القادم ترامب؟ ربما تكون ربما شبه واضحة المعلم، أنه معلوم ماذا قام به وربما سياسته القادمة، لكن سيد بايدن كيف سيقوم؟ هذا سيؤثر أعتقد في المنطقة كما تفضلت، في سوريا، في مناطق متعددة، حتى العلاقات الإيرانية التركية. لا ننسى أيضا مسألة أيضا مهمة متعلقة في ممكن نقول اللوبي التركي الموجود في أمريكا، هو قوي متواجد يعني لديه أيضا نفوذ، سيسعى بشكل أو بآخر إلى فرض المصالح التركية، لأن هذه هي السياسة القائمة في بين الطرفين. نعلم أن هناك أيضا مجموعات أخرى تعادي تركيا، الأرمينية، اليونانية مثلا إلى آخره، حتى الإسرائيلية القوية الموجودة هناك. هذا الصراع سيكون قائم أظن بكل الأحوال، لكن مسائل كثيرة حقيقة، F-35، S-400، كيف ستكون الانعكاسات القادمة؟ يعني حتى الآن الرد الأخير الذي جاء من الرئيس أردوغان نوعا ما قاسي، أكثر من ليس بشبه دبلوماسي، عندما قال لا يعنينا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في فرض العقوبات في مسألة فرض العقوبات التي ذكرت مؤخرا مثلا، وطبعا لم نعلم عنها شيء، لكن نعم. فقط أوذيت. هذا أعتقد ليس بجيد. هل هو رسالة إلى الإدارة الجديدة مثلا بأن تركيا متشبثة؟ لأن كما قلت بعجالة جدا القادم من أمريكا سيتعامل مع القائم الآن في تركيا لمدة 3 سنوات، وهذا أعتقد هو موضوع الصراع القادم في الطرفين. كل الأحوال العين ستبقى على الولايات المتحدة الأمريكية للمسار الذي ستسلكه عملية فرز الأصوات، حسم النتائج وإعلان الرئيس، الذي ليس بالضرورة يكون في مقبل الساعات المقبلة، قد يمتد الأمر لأيام لأسابيع، لكن الأكيد أن الحيوية موجودة بشكل كبير. الإعلان للانتصار بشكل أو بآخر من المرشحين استمعنا إليه، والصوت الأمريكي وضع في صناديق الاقتراع، عملية تبيان كيف صوت الأمريكيون، هذا ما سنواصل تغطية متابعته في هذه التغطية من الميادين. أشكرك جزيل الشكر سيد فراس رضوان أوغلو ضيفنا من إسطنبول، دكتور ماك شرقاوي ضيفنا من واشنطن، ودكتور محمد أبو عاصي ضيفنا من صوفيا في بلغاريا. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا. مشاهدينا نحن متواصلون معكم بهذه التغطية على رأس الساعة، هناك موجز من بعده تستأنف المتابعة في هذه التغطية الزميلة مايا رزق، تابعونا.